ازيكم؟ كيف انكم يا متابعين على قناة هدية الأكل والخبيز؟ الرجاء أن تشتركوا معي في قناة هدية الأكل والخبيز حتى يصلكم كل من جديد من وصفات السودانية الأفريقية والإنجليزية. النهاردة هعمل لكم وصفة بمكونات احنا كسودانيين بنستعملها كتير في وجباتنا اليومية. فللوصفة دي عندي 1 كيلوغرام من فخاد الدجاج. المكونات اللي حيتنقع فيها الدجاج هي طماطمتين، حبات من الثوم، وكزبرة وبقدونس وشطة خضراء وجنزبيل وليمونة ونص. هبهر الدجاج بملعقة ونص من ملح وملعقة ونص من الفلفل. والمكون الأساسي اللي هستعمله هو الفول السوداني المطحون خشن، وهستعمل برضو زبادي معه. أول حاجة بعملها بحصر الليمونة ونص على الدجاج علشان يتغسل ويقتل كل البكتيريا وتتفكك الأنسجة بتاعته. بعد كده الوصفة سهلة جدا جدا. كل اللي هتعمليه هتجيب الخلاط الكهربائي بتاعي وحضيف الطماطم، الثوم، البقدونس، الكزبرة، الشطة الخضراء والجنزبيل. هضيف برضو معاهم الملح والفلفل. بعد كده هضيف 2 ملاعق كبار من الفول السوداني المطحون المدروش خشن، وهضيف برضو 2 ملاعق كبار من الزبادي. نوعية الزبادي اللي استعملتها هي الزبادي الإغريقي اللي هو بكون تخين شوية، وهنا ده ما فيهوش أي دسم، 0% فات. انتوا ممكن تستعملوا اي صنف زبادي، بس انا بفضل الزبادي الإغريقي عشان بديه طعم رهيب وفيه مزازة حلوة. الوصفة دي سهلة جدا جدا. كلها هتعملي هتضربي كل المكونات بتاعتك في الخلاط لحد ما يدوبوا مع بعض ويتجانسوا ويبقوا سائل. بعد كده هتصبيها على الدجاج بتاعك وهتنقعيه لمدة 24 ساعة في الثلاجة او على الاقل 6 ساعات. بعد ما بهرت الدجاج دي هفصه في الثلاجة لمدة 24 ساعة، بس زي ما قلت في الاول ممكن لمدة 6 ساعات. ملاحظة، أنا طريقة الدجاج دي برضو بشويها على الفحم، بس المرة دي أنا هعملها في الفرن. هجيب الصينية بتاعتي اللي هحط فيها الدجاج وهحطه في الفرن، لكن أنا محضراها بشوية خضار. فهنا عندي 2 عصايتين من الكرفس، وعندي فلفل ملون أخضر وأصفر وأحمر، وعندي بصلة كبيرة بيضة مقطعاها شرائح. بصوا ازاي الطريقة دي سهلة جدا جدا، بالذات للناس الشغالين ما عندهمش وقت للطبيخ اللي بياخد وقت كتير على النار ووقفة المطبخ. كل اللي هتعملي هتضيفي فخاد الدجاج على الخضار، وهتضيفي عليه 1/4 كوباية من الموية، وهتغطيه بورقة الفويل وهتدخليه الفرن ياخد بتاع ساعة على الكتير. هحط صينية الدجاج في الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 سلسيوس لمدة 45 دقيقة في الأول، وهخليه يستوي بالفويل بتاعه. بعد كده هفك الفويل بتاعه وهدخله تاني الفرن ياخد لون أحمر. طبعا كل الأفران بتختلف من فرن الفرن. أنا فرن بتاعي أخذ في الأول 45 دقيقة استوى، بعد كده حطيته لمدة 15 دقيقة من غير الفويل، وشوفوا بقى اللون بقى رائع كيف أحمر، لكن فيه برضو شوية من السوائل. سلام جد، الفخاد بتحت الدجاج استوت وزي الملبن، ولازم تكليها طبعا بالسلطة السودانية، هي الدكوة الفول بالشطة والبنجر، وتبرد على قلبك طبعا بأحلى عصير سوداني هو عصير الجونجاليس. اتفضلوا معايا. طبعا مش عايزة أقول لكم الدجاج السوداني بالفول السوداني طعمه رهيب جدا جدا، وهذه الأكلة تستاهل بقكم، وتبردوا طبعا بعصير الجونجاليس السوداني. شكرا كثير جدا جدا لمشاهدة هذا الفيديو. لوصفات سودانية إفريقية مصرية وأي وصفة إنجليزية، من فضلكم دعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناتي هدية الأكل والخبيز حتى ألقاكم في وصفة جديدة. يلا مع السلامة.